السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. نجا وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس من محاولة اغتيال آثمة. وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكبيهما بمديرية التواهي، وأسفر الانفجار عن استشهاد 4 أشخاص. إلى ذلك أجرى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بمحافظ عدن أحمد حامد لملس للإطمئنان على صحته وصحة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومرافقيهما بعد تعرضهما لعمل إرهابي غادر وجبان وهما يؤديان مهامهما المعتادة في العاصمة عدن. ووقف فخامة الرئيس على تداعيات الحادثة ومن قبل المحافظ مهنئا الجميع على سلامتهم، ووجه في الوقت ذاته كافة الأجهزة الحكومية التنفيذية والأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار. وفي السياق وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية الإرهابية الجبانة وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن. واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية الإرهابية والتي تم تنفيذها بسيارة مفخخة وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما اطلع خلال اتصالين منفصلين بوزير الزراعة ومحافظ عدن على حالتهما الصحية، حيث أكد أنهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه، وأن هذه المحاولات الجبانة لن تثنيهم عن استمرار دورهم في خدمة الوطن والمواطنين. هذا وكان وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن قد شنى خدمة كاك حوالة للحوالات المالية من كاك بنك. وأكد الوزير السقطري امتلاك بنك التسليف التعاون الزراعي كاك بنك القدرة على تقديم كافة الخدمات المصرفية لرفع سعر العملة المحلية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. دشن بنك التسليف التعاون الزراعي بالعاصمة عدن اليوم خدمة جديدة بعنوان كاك حوالة، وهي عبارة عن شبكة حوالات نقدية محلية ودولية مصممة عبر التقنيات الحديثة. وفي التدشين الذي حضره وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي الرئيس التنفيذي حاشد محمد الهمداني وعددا من الوكلاء ومدراء العموم وموظفي البنك، أشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية بدور البنك في رفع مستوى العملة المحلية. سعداء جدا أن نحضر هذه الاحتفالية لهذه الخدمة المالية والمصرفية التي تعود رافدا اقتصاديا كبيرا يضاف إلى بقية الخدمات المصرفية والمالية في العاصمة عدن. وفي ظل برنامج الحكومة وتوجهاتها في نقل كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية إلى العاصمة عدن، يعود كاك بنك البنك الوحيد الذي يعود الآن رافدا اقتصاديا جميلا يضاف إلى البنك الأهلي في العاصمة عدن كعامل مالي ومصرفي يعيد اعتبار لهذه المدينة ولما تحتاجه من خدمة في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها جميعا وندركها في هذه المرحلة الصعبة. الجميل في الأمر أن هذه الخدمة التي ندشنها اليوم هي جزء لا يتجزأ من خدمات مالية ومصرفية هي أسا يتقنها البنك كخدمة على مستوى المحافظات من خلال جلوسنا مع مجلس الإدارة في الفترات السابقة ومناقشتنا معهم معظم المهام التي يتحلى بها البنك والتي يتقنها البنك من خلال نقل هذه وتأسيس خدمته في عدن في كافة فروع الربط الشبكي لكل فروع المحافظات في إطار المركز الرئيسي في العاصمة عدن. من هنا لا يسعنا إلا أن ندعو كافة شركائنا الماليين والمغتربين وكافة المقتدرين أن كاك حوالة هي خدمة مصرفية تضاف إلى الخدمات المالية التي يقيمها البنك الزراعي ضمن خدماته المالية. من هنا البنك الزراعي اليوم هو إعلان ليتضح للكل أن مقره الرئيسي هو في العاصمة عدن، وندعو كافة المنظمات الدولية والمنظمات المصرفية والمغتربين العمل من خلال هذه الخدمة التي تقدم كافة التسهيلات المختلفة
لتقديم كل ما لديه من خدمات لهذه المجتمع. كما ندعو كافة المؤسسات المالية والبنوك الأخرى إلى نقل مراكزها إلى العاصمة عدن والحدو حدو البنك الزراعي ليكون هناك، حيث أن نخرج من كافة الإشكال المالي الكل يدرك الآن ما يتعرضه الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار صرف العملة، من خلال كل التداعيات التي تترتب عليها في الجانب المالي. إن هناك لا زالت هناك بنوك وفروع بنوك هي متواجدة في صنعاء ومتواجدة تحت صرفات جهات أخرى أصبحت عائقا أساسيا أمام الكثير تجاه العملة الوطنية، من خلال المصارفة في العملة ومن خلال المضاربة فيها لعدم السيطرة عليها تماما. من خلال توجهات الحكومة في هذه المرحلة هو التأكيد الكامل على نقل كافة المؤسسات المالية والمصرفية إلى العاصمة عدن، ومكافحة غسيل الأموال وكل التوجهات التي تفضي إلى المتاجرة بالعملة أو المضاربة بها أو ضرب الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الصعبة. وكانت إدارة البنك قد أكدت دور هذه الخدمة الجديدة التي من شأنها تحويل الأموال دوليا ومحليا عبر أكثر من 2000 نقطة لاستقبال وإرسال حوالات، حسب أكده الأستاذ شكيب عليوة نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسريف التعاوني الزراعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكيب عليوة نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك. طبعا اليوم قيادة البنك تقوم بتدشين خدمة كاك حوالة، خدمة مصرفية تهدف إلى تقديم خدمات صرف المرتبات وتقديم الحوالات الداخلية والخارجية بهدف تعزيز العملة والحد من التلاعب بأسعار الصرف وخدمة للاقتصاد الوطني. طبعا كاك بنك يعتبر البنك الحكومي المملوك للدولة، أحد أذرع إلى جانب البنك المركزي، أحد الأذرع الاقتصادية التي تسعى للحفاظ على الاقتصاد الوطني والحفاظ على أسعار العملة لما له من أثر إيجابي ينعكس في تحسين مستوى معيشة الناس. وقد شهد الحفل تقديم فقرات غنائية راقصة شاركت فيها زهرات المستقبل. لقناة عدن الفضائية، محمد عبد الله غالب، عدن. شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرق سالمين البحسني حفل تخرج الدورات المتقدمة والتخصصية بمعسكر الربواب المكلا والمتضمنة تدريب وتأهيل الضباط والصف والجنود على مهارات الكورند والقناصة والقناصة ومضاد الطيران. وقدمت الدفعات المتخرجة عرضا عسكريا مجسدين خلال العرض العسكري مدى التحامهم واصطفافهم خلف قيادتهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وبارك محافظ حضرموت للضباط والصف والجنود تخرجهم من الدورة التي تنظم للمرة الأولى بإمكانية عالية، محملا الخريجين مهمة نقل كافة المعارف القتالية التي تلقوها إلى زملائهم في كافة الوحدات العسكرية. وشدد القائد البحسني على أهمية الضبط والربط العسكري والثبات لتحقيق المزيد من النجاحات، شاكرا دول التحالف العربي على دعم المؤسستين العسكرية والأمنية، متطلعا إلى مزيد من الدعم لتمكين القوات من التصدي لأي مخاطر تهدد السلم الاجتماعي. وفي ختام الحفل كرم محافظ حضرموت الخريجين الأوائل والمتميزين. حضر الحفل رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العقيد سليمان سعيد عفيف، وأركان معسكر الربوة الرائد فهمي الهندي. عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لقاء موسعا في مدينة المكلا مع مقادمة ومناصب ومشايخ قبائل حضرموت وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة. وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرق بن سالمين البحسني أكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والاستعداد في حضرموت لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتكاتف الجهود الشعبية والحكومية في هذا الجانب ومواجهة الطوارئ. وتطرق البحسني في اللقاء بحضور وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية
تطرق إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب تدهور العملة المحلية، مؤكداً اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية، كما تحدث خلال اللقاء عدد من علماء ومقادمة ومناصب ومشايخ القبائل الحضرمية حول الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وعن ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار. التقى محافظ حضرموت اللواء الركن فرج بن سالمين البحسني بالمكلا لجنة الاستثمار بالمحافظة برئاسة مدير عام هيئة الاستثمار دكتور محمد علي الجوهي، حيث بحث المحافظ مع اللجنة مصفوفة من المشاريع وفي مقدمتها مشاريع تحسين الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول للاختناقات المرورية في شوارع مدينة المكلا، وبحث سبل تحسين البنية التحتية للمدينة للحد من أضرار الكوارث نتيجة للمتغيرات المناخية السنوية. وأكد المحافظ أهمية إقرار المشاريع التي تلامس واقع ومعيشة المواطنين، لافتا إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدمية، مشددا على اللجنة ببذل مزيدا من الجهود لما من شأنه الارتقاء بالمشاريع الاستثمارية. قام محافظ حضرموت اللواء الركن فرج بن سالمين البحسني ومعه وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العلي بزيارة إلى بيت وزير المالية السالم صالح بن بريك لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده. وعبر المحافظ البحسني عن أصدق التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، وتقدم بالتعازي لأفراد أسرته وآل بن بريك كافة في مصابهم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قام المحافظ البحسني ومعه الوكيل بن حبريش بزيارة مماثلة لوزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري إلى بيته، مقدما له خالص العزاء والمواساة في وفاة والده المقدم والشاعر الشعبي سالم صالح العكبري، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض بالعاصمة المصرية القاهرة. ترأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر، وناقش الاجتماع الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وبسط الأمن في جميع المديريات. وفي مستهل الاجتماع نقل المحافظ لأعضاء اللجنة تحايا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وتوجيهاته إلى السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار والنائب المحافظ عن المشاكل والصراعات والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ومواجهة التحديات. وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة رفع الحس الأمني والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية، مؤتمنا الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. ترأس وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف اجتماعا للقيادة الأمنية بوادي حضرموت بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الأمير واللواء الركن عبد الحميد الحمادي ومدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأداء الأمني بوادي صحراء حضرموت والصعوبات القائمة وسبل تجاوزها، واستعرض وكيل أول وزارة الداخلية خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة بهدف تعزيز أداء الأجهزة الأمنية وتفعيل التدريب والتأهيل لكوادر ومنتسبي الأمن. ولفت إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الأجهزة والوحدات الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اطلع على استعدادات جمعية البدر النسوية التنموية بمنطقة بور في مديرية الشيئون بحضرموت لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات النساء المزارعات بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه رئيسة الجمعية منى محيور وأعضاء الهيئة الإدارية إلى شرح حول المشروع الذي
يأتي في إطار دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي بمديرية سيئون من خلال تدريب النساء على سبل عيش أخرى والعمل مع اللجان الزراعية في إدماج النساء باللجان لصنع القرار وتمكينهم اقتصادياً. وأشاد الوكيل السعيدي بالشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المحلية والدولية بما يسهم في خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص، مبدياً استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع. ناقشت اللجنة الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة للتسرب الزيتي من الخزان النفطي العائم صافر بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل اللجنة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع السابق وإقراره وتقارير عمل اللجنة السابقة من العام الجاري والصعوبات التي واجهت التنفيذ وكذا الإجراءات والتحضيرات المترتبة لزيارة مندوبة الأمم المتحدة الإنمائي وممثل المنظمة الدولية البحرية للعاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الجاري، ومسودة خطة العمل المقدمة لها والاحتياجات الأساسية التي تتطلبها عمل اللجنة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة لتسرب الزيت من الخزان صافر المهندس محمد بن عيفان حرص اللجنة على رسم صورة واضحة لمعالجة وضع خزان صافر، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها اللجنة تركزت في أساسها على عملية إخلاء الناقلة مما تحتويه من المواد كأولوية ملحة لتجنب حدوث أضرار كارثية بيئية على مستوى الإقليم. وأوضح المهندس عيفان أن اللجنة ستمضي من أجل العمل على مساندة جهود الحكومة والرامية لوضع الحلول الممكنة لدعم القرارات المتخذة للحد من المخاطر المحتملة للخزان والعمل على متابعة وتقييم تنفيذها مع مختلف منظمات الأمم المتحدة. نظم اتحاد نساء تهامة المؤتمر الأول لحفل إشهار الاتحاد رسميا كأول كيان المرأة التهامية لتعزيز دورها في البناء والتنمية والمجالات الاجتماعية والسياسية. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي يعده الزميل محمد سالم الجدسي. نظم اتحاد نساء تهامة المؤتمر الأول لحفل إشهار الاتحاد رسميا كأول كيان للمرأة التهامية. أبناء الحديدة أشادوا بدور المرأة مباركين تأسيس هذا الكيان النسوي. حقيقة نحن نعيش اليوم يوم سبتمبري أكتوبري مجيد. حقيقة إعلان هذا الكيان السياسي، كيان اتحاد نساء تهامة السياسي في هذا الوقت وفي هذا الحالات العصيبة التي تمر بها تهامة ويمر بها الوطن الحبيب أيضا، يوجد اليوم كيان جديد يبعث العمل. ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين يأتي حفل إشهار اتحاد نساء تهامة لتدشين مرحلة سياسية جديدة في تهامة، يقول أن المرأة التهامية موجودة وستنال جميع حقوقها. نساء تهامة أكدين على أهمية ودور المرأة في البناء والتنمية ومساندة الأبطال لتحرير الوطن من الميليشيات الحوثية. فكرة اتحاد نساء تهامة جاءت من أجل انتزاع حقوق المرأة التهامية المهضومة، فإن المرأة التهامية كثير منها حقوقها مهضومة وخاصة السيادية، فلذلك رأى كثير من وجهات نساء تهامة اجتمعنا واتفقنا على تشكيل هذا الاتحاد، نهدف منه إلى انتزاع حقوق المرأة التهامية، الوصول إلى الريادة لهذه المرأة، تطلعها إلى نريد تحقيق نظام الكاتر. نحن في اتحاد نساء تهامة هدفنا في هذا التأسيس هو أن نوجد كيان سياسي تهامي وطني لمشاركة المرأة في هذا الاتحاد كونها أما وأختا وزوجة، ولذلك نريد من هذا التأسيس مساهمة المرأة التهامية المساهمة الفعالة في عملية تحرير الوطن وأيضا الدفاع عن حقوقها المهضومة والمهمشة بما ينص لها ذلك الدستور. اتحادنا اتحاد نساء تهامة يهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة التهامية والمطالبة بتحسين أوضاعها. أيضا من الأهداف لاتحادنا المبارك مساهمة المرأة التهامية في عملية تحرير الوطن بما يتناسب مع إمكانياتها وطبيعتها.
شهد حفل الإشهار والتأسيس العديد من الكلمات المعبرة والأناشيد الوطنية الممزوجة برقصات التراث التهامية. الكيان النسوي التهامي نافذة أمل للمرأة التهامية للولوجة صوب مستقبل اليمن الاتحادي الجديد. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز دكتور راجح المليكي على أهمية التدريب في مجال لقاح فيروس كورونا وضرورة توخي الحيضة والحذر والوعي بمن هم يحتاجون اللقاح ومن يظهر عليهم أعراض الفيروس. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي نظمها مشروع الاستجابة ضد فيروس كورونا بالتعاون مع مكتب الصحة والتربية بمحافظة تعز ودعم من منظمة أوكسفام البريطانية. وتهدف الدورة التي يشارك فيها 120 متدربا ومتدربة إلى تدريب الصحيين على أساليب التعامل مع اللقاح والطرق السليمة لحفظه وإعطائه الفئات المستهدفة في 10 من مديريات محافظة تعز. نظم مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل اللقاء الأول للصحة النفسية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بتعز. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. بحضور مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز عبدو علي، نفذ لقاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يحمل شعار الصحة النفسية غايتنا، وذلك بمشاركة أخصائيين نفسيين يمنيين وعرب في القاعة المخصصة للقاء وعبر الزوم. تحت شعار الصحة النفسية غايتنا كان اليوم أقام المركز هذه الفعالية أو المؤتمر الأول للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية والذي انتهزناها فرصة لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية وكيف يمكن أن نعمل معا أو نعمل معا لإيجاد استراتيجية وطنية للصحة النفسية تخدم جميع فئات أو شرائح المجتمع المتضررة من الحرب. وتمحور اللقاء حول ماهية الصحة النفسية وكذا اختصاص العلاج النفسي والأمراض النفسية والآثار السلبية للحرب على المرأة والعائلة وأيضا الحرب وتأثيرها على الأطفال بالإضافة للآثار النفسية للاختطاف والإخفاء القسري وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية. أعتقد أن تعز تعاني من الاضطرابات النفسية والقلق النفسي والحالة النفسية التي وصلنا إليها. نحن اليوم طرحنا ورقة تخص حالات المختطفين وأسرهم ومعاناتهم النفسية سواء كان المختطف أو أسرته أو كذلك الأطفال في هذه الأسر. حضرنا اليوم ندوة عن الصحة النفسية لدى مركز المرأة، المركز الاستراتيجي للمرأة ودعم الطفل والمرأة. تناولت هذه الندوة على عدد من الأوراق المتمثلة في الصحة النفسية في اليوم العالمي للصحة النفسية اللي هو 10/10 والتي تمثل الصحة النفسية من أهم الاتجاهات التي يتناولها اليوم العالمي بحيث أنه لا تقل الصحة النفسية عن الصحة الجسدية. رغم الحرب والحصار التي تعانيه محافظة تعز إلا أن هناك جهود تبذل من أجل الصحة النفسية، وبناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تقام ندوة تثقيفية تتكلم عن هذا الجانب. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع منظمة شباب بلا حدود اختتم مركز التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب اختتم البرامج التدريبية في مجال الخياطة والتفصيل وتنمية المهارات الحياتية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اختتم مركز تمكين المرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المرحلة الثانية من برامج تدريب وتأهيل للنساء والفتيات بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع منظمة شباب بلا حدود. مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الحكيم القيسي أكد أهمية البرامج التمكين الاقتصادي للمرأة. اليوم نختتم دورات الخياطة وأنشطة المركز المجتمعي
في محافظة مأرب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. هذه الدورات التي أخذت مجموعة من النساء فيها دورات على الخياطة وعلى الكمبيوتر وعلى محاولة أمية وعلى الصناعات اليدوية. صغدر البقمة مديرة مركز التمكين الاقتصادي للمرأة تحدثت عن تنمية المهارات الحياتية في مختلف المجالات. طبعا المرحلة الأولى كانت من 13/6 إلى 13/9، استهدفنا فيها 91 امرأة فتيات ونساء من المجتمع الوظيف والمجتمع النازح، بس كنا نستهدف النساء الأرامل المطلقات زوجات الشهداء الأشد فقرا. المشاركات في البرامج التدريبية والتأهيلية تحدثينا عن مدى الاستفادة. اتاحت هذه الفرصة التي يعني ما كنا نحلم بها الصدق في هذه الدورة، سواء كانت للخياطة أو للنقش أو للحاسوب، كل واحد وهوايته أو ما تقدر به. فإحنا جينا الصدق معنا قالوا لنا ما بش أدوات، مع ذلك أتينا والظروف كل واحد مختلفة عن الأخرى، جينا نتعلم الخياطة تكون في أيدينا حرفة أو مهنة شريفة، يعني ندخل على أنفسنا وعلى أولادنا في هذه الظروف الصعبة وخلال هذه الأزمة، أزمة الحرب. هو الهدف من المشروع هو تمكين المرأة ومساعدتها على الاعتماد على ذاتها، وهذا المشروع جيد حيث أن المرأة تتمكن من نفسها، تخدم نفسها، تساعد أسرتها. تنمية المهارات الحياتية للنساء والفتيات تسهم كثيرا في تحسين الوضع المعيشي والتمكين الاقتصادي لدى كثير من الأسر النازحة والمحتاجة. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. تأتي النشرة، نلقاكم على خير.